يقول حفظكم الله: قرأت في كلام لفضيلتكم في كتيب المنتقى الرصين عن نعم، الإمام المنتقى ايه؟ المنتقى الرصين عن الإمام رصين؟ الرصين نعم ما اعرفه. نعم، يقول عن الإمام محمد إنها منتقى رصين ومنتقى ما هم رصين. نعم، يقول حفظكم الله عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة، ما إيه معنى نعم، ذلك؟ إيه نعم، لا بأس، هو حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة. شيخ الإسلام بن تيمية حنبلي وهو سلفي في العقيدة. كل أهل العلم المحققون كلهم يتبعون المذاهب الأربعة في الفقه، ولكنهم سلفيون في العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: هل يشترط اللي النية؟ يقول أنه ما يصير العالم داعية إلا إذا كان غير مقلد لأحد المذاهب، هذا خطأ، هذا خطأ. فلا مانع أن الإنسان يكون متبعا لمذهب في الفقه، ولكنه في العقيدة على مذهب السلف.